مساء الخير عليكم مشاهدينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة وأمن وسلام. اللهم أنصر إخواننا في فلسطين، يا رب أنت لهم وحدك الناصر المبين. يا رب إنهم قد تخلى عنهم العرب وتركوهم وماتت العروبة، ولم يكن لهم عونا ولا نصيرا إلا أنت. اللهم أنصرهم يا إلهي. كل سنة وحضراتكم طيبين. صراحة أنا مش عارفة أبدأ حلقتي إزاي بالتهنئة. العيد السنة دي جه للأسف يعني بعد وقت صعيب جدا على الأمة الإسلامية وعلى العالم كله، خاصة فترة كورونا والوباء اللي منتشر وأخذ مننا كتير أعزاء على قلوبنا. فدعوني أقدم التعزية للزميل الصحفي عصام عامر، قائدنا وأستاذنا وعشرة عمرنا ورئيسنا، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الديار. يا رب ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، يعني خالص عزائي للأسرة، ربنا يصبرهم ويجبر خاطرهم. نكمل معاكم. انتهى رمضان ولكن لم ينتهي العمل الصالح، فدائما هناك صدقات ودائما هناك عبادات مستمرة معانا طول العام. انتهى رمضان لكن لم تنتهي المداومة على العبادة ولا على الطاعة. هنتكلم أكتر عن المداومة على العمل الصالح مع فضيلة الشيخ حسن الجنين الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك ويسعدك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. انتهى رمضان ولكن أكيد لم ينتهي الطاعة ولا العبادة ولا العمل الصالح. فعايزة أعرف إيه اللي ممكن يعوضنا عن العبادة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني قبل ما أجاوب، كل سنة وحضرتك طيبة والأمة كلها والعالم كله بخير وسلام وصحة وسعادة يا رب. انتهى رمضان، نعم، لكن لا تنتهي العبادة. رمضان انتهى، الشهور كلها تنتهي، والأيام أيام الله عز وجل، والله تعالى يقول وأذكرهم بأيام الله، يعني الأيام كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كلها. انتهى رمضان، بس العبادة موجودة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد للإنسان أن يعبد الله عز وجل في رمضان أو في غير رمضان. يعني واحد كان بيقرأ قرآن في رمضان وانتهى خلاص، الحمد لله ده ختمت القرآن 5 ختمات و10 ختمات، والله ربنا ما عايز منك كده. ربنا مش عايز منك تختم 10 ختمات و5 ختمات ولا حتى ختمة واحدة، هو عايز منك تفهم القرآن وتعمل بالقرآن. ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لم ينزل بس لنقرأه فقط، نعم القراءة لابد منها، لكن قراءة مع عمل. الصحابة كانوا يتلقوا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا ينتقلوا إلى غيرها حتى يعملوا بها. هو ده الأصل في موضوع القرآن، نزل لكل الأيام، لكل الشهور، لكل الأزمنة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد أن نعمل، لا بد أن نداوم على الطاعة. الله سبحانه وتعالى يعيب على بعض الناس الذين كانوا يعبدون الله ثم انقطعوا، كانوا يفعلون الخير ثم انقطعوا، كان يتصدق وبعد انقطع، وكأن رمضان هو بتاع الصدقة شهر بس، شهر العبادة فقط، وكأنه هو شهر العبادة بس وشهر الصدقة بس وشهر القرآن بس وشهر الأعمال الصالحة فقط. لا لا لا، الأيام كلها لله سبحانه وتعالى، يعني كل يوم جديد. ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. لابد أن نعمل ولابد أن نقدم الطاعات لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول عن الذين يفعلون الخير ثم ينقطعون، شوف التصوير، أفرأيت الذي تولى. ربنا وصفه أنه تولى، أعرض يعني ابتعد خلاص. أفرأيت الذي تولى، مين هو يا رب؟ قال وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا وأكدى، كان يقرأ القرآن ثم انقطع عن قراءة القرآن، كان يتصدق ثم انقطع عن الصدقة، كان يفعل الخير ثم لم يفعل، كان يصلي وترك الصلاة، كان يصل رحمه ثم قطع، كان برا بوالديه ثم عق، إلى آخره. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى، اللي أنت عملته ده كله ولا حاجة والله. أنت بس اسأل ربنا القبول،
مهما صمت وصليت كويس شيء عظيم وقرأت القرآن رائع، لكن هل تعلم أن هذا العمل مقبول ولا لا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. واحد عمال يقرأ قرآن وفي الصف الأول في الصلاة وعيط ورا الإمام وواكل ميراث أخته، يا عم ما تعيطش، ما تعيطش ورا الإمام ولا تعيط وانت بتقرأ قرآن، ولكن أعطيك ولا أختك حقها الأول وبعدين بروح عيط زي ما أنت عايز. لكن عمال تأكل حقوق الناس وتاخد فلوس الناس بالباطل وتاخد أموال الناس وتأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، وبعدين عمال إيه خشوع، يا سلام على الخشوع، أي خشوع هذا؟ أي خشوع هذا؟ الله عز وجل يعني يغفر، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب التي في حقه إن تاب العبد إليه، أما حقوق العباد فلن يغفرها الله عز وجل حتى يرضى العباد. نعم. فإحنا لابد إن إحنا نداوم على الطاعة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، كان زي ما قال أهل التفسير حفر بئرا ثم ردمه، كان يسقي الناس ثم امتنع، كان يعطي الصدقات ثم امتنع، كان يفعل خيرات ثم امتنع. لا. نجد في شهر رمضان كم يعني إن كانوا رجال أعمال أو جمعيات أو غيرهم يعني كثرة التبرعات وكثرة المواد الغذائية اللي بيتم توزيعها، ولكن على الجانب الآخر إحنا بنلاقيهم زي ما حضرتك بتقول إما مرتشين أو إن المال ليس من حلال أو غير ذلك. كذلك قراءة القرآن، كثيرا ما يتسابقون ويتصارعون على ختم القرآن عدة مرات، ولكن في النهاية هتلاقيه مش معطي حق جاره، مش محترم يعني حرمات الطريق، أشياء كثيرة منفتقدينها. الأخلاقيات إحنا اللي بنفتقدها مش العبادات، في ناس كثيرة بتأدي العبادات ولكن الأخلاقيات والحقوق للأسف مش بتعطيها. طيب أنا عايزة أعرف العمل اللي أنا أداوم عليه بعد رمضان، قراءة القرآن والصلاة دول أصلا أمر مفروغ منه، إن إحنا كده كده بنصلي الفرائض اللي علينا وقراءة القرآن المفروض لنا ورد، ولكن العبادات الأخرى أو الأفعال التي تقربني من الله سبحانه وتعالى وتعتبر عبادة اللي أنا ممكن أدوم عليه. أي واحد عايز ينجو يوم القيامة، عايز ينجو من عذاب الله يوم القيامة، أي واحد عايز ربنا يحبه، أي واحد عايز يعيش سعيد، أي واحد عايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لابد له من ضابط، حاجات معينة، في أمور ثابتة، في أصول لابد منها، وبعد كده ندخل في الفروع. لكن الأصول دي لابد منها، اللي هي الفرائض عموما، صلاة، صيام، زكاة، حج، كل الفرائض اللي ربنا افترضها على الإنسان، هذه الفرائض هي اللي تنجيك يوم القيامة، هي اللي هتخليك سعيد في الدنيا والآخرة. أنا خلصت الفرائض أدخل على النوافل بعد كده، أدخل خلصت الزكاة أدخل على الصدقات، خلصت الصلاة أدخل على النوافل في الصلاة، خلصت كل وهكذا. لكن لابد ما ينفعش واحد يجي مثلا مواظب على صلاة الوتر كل يوم وطول النهار ما بيصليش، أو بيصلي الجمعة، بيصلي الجمعة كل يوم جمعة يروح يصلي، طب وبقية الأسبوع أنا الحمد لله بصلي الجمعة، وربنا فرض عليك صلاه الجمعه بس، هو ده اللي هو فاهم ان كده، ده انا بصلي والله، ده انا بروح اصلي الجمعه، لا بيفتخر انه بروح يصلي الجمعه، يعني بيروح يصلي الجمعه. ايوه طب وباقي الفروض، وباقي الفروض. طب انا هقول كلمه، يعني احنا كنا بنصلي، الناس كلها بتصلي الفجر في رمضان عشان سهران طول الليل وبتسحر وبعدين يصلي الفجر ونام. هنشوف بقى مين اللي هيصلي الفجر بعد كده، مين هيصلي الفجر حاضر طبعا. يا ناس، يا أمة محمد، احنا بنقول رمضان مش هو بس بتاع العبادة، السنة كلها رمضان، السنة كلها لابد ان تكون زي رمضان، لابد ان تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. الله خلقك لتعبده فاعبده واصطبر لعبادته، ربنا قال كده، اعبده واصطبر. واصطبر يعني اصبر، ما اصبر يعني اصبر، تعلم فنون الصبر، تفنن في الصبر، قوم كده وانت النوم هياخدك قوم صلي، قول ادي حق الله وبعدين ارجع انام براحتي، ادي لاختك، طب ما انا هتزنق لو اديت اختي ميراثها، يا عمي اديها ميراثها وربنا هيفتح عليك، طب ما الضيق والظروف والدنيا والحال، يا اخي انت هتدخل النار،
اي حاجه بعد كده، ده بقول لك النار يوم القيامه، ربنا هيعذبك في نار جهنم يا اللي بتاخد حق اختك. سيدنا النبي اللي قال كده: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه يوم القيامه. انت في مصيبه وانت مش عارف. يعني ادي الحقوق الاول، ادي الحقوق اللي عليك. فاول شيء لابد من الفرائض، وندخل على النوافل، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بعد الفرائض طبعا. فلا بد من الترتيب ولا بد من الاولويات. تمام. طيب انا اديت العباده والعمل اللي انا امرت به ان اؤديه في شهر رمضان، وحاولت بكل الطرق ان اتقرب لله سبحانه وتعالى، كيف اعلم ان الله سبحانه وتعالى تقبل عملي؟ الله، برافو عليك، الله ينور عليك والله. ما هو من علامات قبول العمل المداومه ان الواحد بعد رمضان يبقى رمضان غيره، لان رمضان دي مدرسه ايمانيه. ان انا بتعلم فيها، بتدرب فيها على الطاعه. بعد رمضان لو انا مداوم يبقى ان شاء الله ربنا يتقبل. لو حصل انتكاسه بقى يبقى راجع نفسك بقى. توب الى الله، ارجع الى الله. زي اللي يروح يحج ورايح وعمال ومتعلق باستار الكعب وعمال يدعو ومفيش بعد كده، اول ما يرجع من الحج، اول ما يرجع من الحج خلاص. زي الراجل اللي كان بيقول على في رمضان: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقه تسعى الى مشتاق. تعمل ايه؟ بشرب خمر يا عم. حرام الخمر، حرام ام الخبائث. ما رمضان خلص. انت ما رمضان مش خلص، يعني هو ربنا خلقك عشان تعبد ربنا في رمضان وخلاص؟ لا، دي امور عجيبه، امور غريبه. فما ينفعش ابدا للانسان. من علامات قبول العمل ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك الى استمرار على الطاعه، انك تطيع الله عز وجل. ممكن ما يكونش زي رمضان. يعني انت كنت يوميا بتقرا جزء مثلا في القران، يا اخي كل يوم صفحه، حلو. طيب حتى لو ما قراتش القران انا بستمع. المهم على الاقل، على المداومه على الطاعه، المداومه على الطاعات اللي هي الفرائض الاصول اللي ربنا افترضها على الانسان. يعني وما تقرب الي عبدي احب الي مما افترضته عليه. اول حاجه اللي افترضوا عليك، اللي هو فرض، اللي هو لابد ان تفعله، انك اللي لو ما عملتوش هيحاسبك عليهم القيامه، اللي هي الفرائض. تمام. انا يعني اذا كلام حضرتك ان يعني علامات قبول العباده والطاعه هي المداومه عليها والاستمرار، صح كده؟ نعم، والاخلاص، او ان الواحد يعمل عمل ولا يرجو به الا وجه الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. نعم. فانا بعمل عمل واتوجه به الى الله. نعم. ومش على بالي الناس مش شايفاني ولا مش شايفاني، الناس هتشكرني ولا هتذمني، مش مشكله. تمام. انا معايا اتصال تليفوني، استاذ محمد من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. انا برحب جدا جدا، انا قاعد متابع الحلقه من بدري يا فندم، ومتابع كلام الشيخ حسن الجنايني ما شاء الله عليه. الله انفعنا واسلك صدورنا بجد. الله يكرمك. عاوز اسال بس السؤال للشيخ حسن. اتفضل. عاوز اقول له: هل الصدقه لما بنيجي نطلعها بناء على نيه تجوز لنيه المرض، ولا الصدقه ما تجوزش لنيه المرض؟ يعني لو في حد مريض او مصاب نطلع عليه صدقه بنيه الشفاء، هل تجوز الصدقه ولا لا تجوز؟ تمام. عندك اسئله ثانيه يا استاذ محمد؟ يا فندم، يعني انا برضو كنت عاوزه، يعني فضيله الشيخ يتصرف برضو في عباده ازاي نطلع الصدقه، ازاي تطلع فيه، وهل الصدقه ماديه ولا عينيه؟ يعني يجوز ان احنا نطلع حبوب، لو مثلا لو حد تاجر غلال او حاجه نطلع حاجه من عندنا يعني، ولا الصدقه ماليه ولا ايه؟ تمام. وشكر افضل الشيخ حسن على أشكرك يا أستاذ محمد، وكل سنة وانت طيبين، وبلد المنيا على فكرة كل سنة وكل أهل المنيا بخير وسعادة يا رب، يا رب دايما كده سعداء، وكل الوطن العربي في أمن وسلام. شكرا يا أستاذ محمد، وكل سنة وحضرتك طيب.
احنا نتكلم عن يعني زكاة الفطر والصدقات والفرق ما بين الصدقة والزكاة وكلاهما على من يجب، ولكن احنا بما اننا في ايام العيد فكنت عايزة مبدئيا اعرف متى اخرج زكاة الفطر. عد خلاص خلاص انتهى. بس هو يعني في دايما كانوا يقولوا ايه حتى في كل اهل كل العلماء قالوا ان لو الصدقة لو صدقة الفطر دي قبل أن يصعد الإمام للمنبر في صلاة العيد، لكن افرض واحد حصل له ظروف وما كانش طلع الصدقة دي، طلعها بعد كده قضاء، لكن ما تحرمش نفسك خالص من صدقة الفطر لأنها زكاة صدقة لابد أن تؤديها، لابد أن تؤديها. وبعدين هي فرض واجبة، فرض النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها فرض عليك، فانت ما لحقتش يعني النهارده خلاص العيد عدى وفرض حصل ظرف ما وما كنتش طلعت، واحد كان مريض في المستشفى او في غيبوبه ومالوش حد يطلع عنه ولا وربنا اكرمه وعافاه يطلع صدقه الفطر، يطلع زكاه الفطر، ده ما صامش، ده كان مريضه في المستشفى برضه طلع صدقه، لان دي حاجه ودي حاجه يعني. لا يعني كلام استاذ محمد لازم الاول افرق ما بين الصدقات والزكاه، زكاه الفطر تخرج ازاي والصدقه تخرج ازاي؟ هو الصدقات او الزكاه ليه احنا بنقول ايه ان دي زكاه؟ دي زكاه عن الانسان، كلمه التزكيه يعني شوف حتى جايه من التزكيه من يعني من الخير كله يعني من البركه من النماء من كل حاجه طيبه يعني. الصدقات كتيرة جدا والزكوات معروفة، زكاة الفطر، زكاة المال، عروض التجارة، وقد تطلق الصدقة على الزكاة والزكاة على الصدقة، لكن لما عندما تحدد بقى فاحنا بنقول ايه زكاة المال مثلا، اللي عنده ماله بلغ النصاب وحال عليه الحول بيطلع الزكاة عنه كل سنة، حال عليه الحول يعني عدى عليه سنة، وعلى فكرة سنة هجرية مش سنة، لان بعض الناس عاملها بشهر، لا هي لابد انها تكون مع السنه الهجريه، هجريه في شهر كذا هجري بتطلعها يعني، سنه هجريه مش ميلاديه يعني. احنا عارفين طبعا ان الصدقات يعني بتبقى مطلقه يعني في حاجات كتير، او التبسم معينه، اماته الاذى عن الطريق صدقه، حاجات كتير بتبقى صدقات، اما الزكاه زي ما حضرتك بتقول بتبقى محدوده. طيب والصدقات ايضا بتبقى عينيه وحتى وقد تطلق على صدقة الفطر أو زكاة الفطر، يعني لأن الصدقة من التصدق من العطاء من العطاء، لكن كلمة الزكاة كلمة معروفة ثابتة، زكاة الفطر، زكاة المال، زكاة كده العروض التجارة، زكاة إلى آخره من الزكوات يعني. والصدقات كلمة عامة زي ما تفضلتي، زي تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما طلعت الأذى عن الطريق صدقة، كل ما هو تفعله خير فهو صدقة. أيضا المال برضو العطاء، ولكن أيضا يعني كتير ما بنعرفش إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فالفرق ما بين الفقراء هنا والمساكين، لأن إحنا كتير مش بنعرف نفرق ما بين الاثنين، وإلى من يعني هل يجوز عليهم الفقراء والمساكين الزكاة والصدقة، أم تجوز فقط عليهم الزكاة، أم تجوز فقط عليهم الصدقة؟ هو ربنا يعني شوف من جمال القرآن إنه جمع الموضوع، إنما الصدقات كل الصدقات داخل فيها الزكاة، داخل فيها الزكوات يعني والصدقات يعني، إنما صدقات الفقراء والمساكين. طبعا أولى الناس يعني حتى في الإعلانات اللي احنا بنشوفها للأسف الشديد يقول لك إيه لابد إنك تاخد 8 على 8 في الزكاة، 8 على 8 منين إن شاء الله؟ أنا أسيب واحد فقير مش لاقي ياكل واروح اتصدق لحاجه تانية للعاملين عليها مثلا اللي عندهم عمارات وعندهم كده؟ ما ينفعش، لا في اولويات. انا مش بقول ان لا، برضو ادي للتمنى لو تستطيع، ولكن هنا الاولويه بالترتيب، أولويات. ربنا جاب الاول الفقراء والمساكين لانهم اكثر الناس حاجه، اكثر الناس يعني منهم الفقير المريض، فقير لا يجد طعام يومه، لا يجد قوت يومه، وفي نفس الوقت مريض لا يجد ثمن الدواء، لا يجد ثمن الدواء في هذا الزمان العجيب اللي بنلاقي فيه روشتة الدكتور 500 و700 او تزيد ويعني ولا يبالي يعني، داخل عليه راجل على باب الله
ولازم يدفع الكشف ال 500 جنيه. واحنا مكملين مع حضرتك، ولكن احنا في فاصل هنطلع ونرجع نكمل تاني ان شاء الله، انتظرونا بعد الفاصل. كل سنة وحضراتكم طيبين ومكملين معاكم في اليوم المفتوح، وهذا عدنا مع فضيلة الشيخ حسن الجنايني الداعية الإسلامي. قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم على من تجب الصدقات والزكاة، وقلنا أن الأولوية بالترتيب كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها لآخر الآية. كان في اتصال من الأستاذ محمد علي من المنيا، وكان بيسأل عن هل تجب الزكاة بنية الشفاء أو الصدقة بنية الشفاء، وهل تجب الزكاة يعني تكون بقوليات مش لازم تكون مالية؟ هو طبعا سؤال رائع. طبعا بنية الشفاء ده دي هو دو مرضاكم بالصدقة. نعم. ده أنا لما يكون عندي مريض وأنا ربنا عندي ساعة، فأنا بتصدق بنية إن ربنا يشفيه، ده شيء عظيم جدا. ده دي يعني كده، يعني كده أصاب السنة. إني أنا لما يكون في أو أنا مريض وعايز ربنا يعافيني وكده بقى تصدق. الصدقه دي تطفئ غضب الرب. نعم. الصدقه دي فيها البركه، فيها النماء، فيها 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 خير عظيم جدا. فهل يجوز؟ نعم. من ده يفضل عبد من صدقه. ده يفضل، مش يجوز بس ده يفضل ذلك، يعني ان الانسان يتصدق بنيه الشفاء وهو يعلم ان هذه الصدقه لله سبحانه وتعالى. عشان واحد يقول لك ايه، طب ما بنيه شفاء يبقى الموضوع دنيوي مش موضوع لله. هو الذي يحيي ويميت هو الله، الذي يعني مش هنقول يمرض لان واذا مرضت فهو يشفين من باب الادب مع الله، لكن السبب في هذا الامر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي بيده كل شيء. بس للادب مع الله بنقول لو انا مرضت، يعني زي ما القران قال واذا مرضت الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت. فنسب المرض الى نفسي من باب الادب. نعم. من باب الادب مع الله، لكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. هو اللي يصيب الانسان بالمرض وهو الذي يعافيه، يشافي ويعافي هو الله سبحانه وتعالى، لكن من باب الادب فقط. فهل يجوز؟ ده يفضل ذلك، ان انا اتصدق بنيه الشفاء، يعني باستجلب رحمات الله عز وجل حتى يشفى المريض. اما الصدقات تنفع؟ طبعا تنفع، بقوليات تنفع، حبوب تنفع، كل حاجه. كل ما فيه منفعه صدقه. نعم. كل ما فيها، يعني زي ما حضرتك تفضلتي، اماطه الاذى عن الطريق، فيها منفعه ولا ما فيهاش؟ فيها طبعا، انا بحددها ان هي صدقه. نعم. ده انا لو دليت شخص على مكان او على طريق اصلا ما دي صدقة. صدقه. نعم. وبعدين ولا انت عين الرجل على دبته لك بها صدقه. ولا ان تضع اللقمه في فم زوجتك لك بها صدقه. يعني لو اكلت مراتك كده وطبطبت عليها صدقه، ما تنكدش عليها في العيد، حرام عليك، حرام عليك. ما تنكدش على مراتك في العيد، نوبك ثواب، ما تنكدش على مراتك. فانت مجرد انك تطعمها صدقه، انك انت تطعمها صدقه، انك تديها عاديه. انا معيش فلوس يا عم، اديها اي حاجه. والله العظيم ان المراه عاطفيه وطيبه وهتقبل اي حاجه، وهتقول ربنا، هتقعد تدعي لك طول الليل والنهار وتقول ربنا يخليك وما يحرمنيش منك عشان انت اكرمتها. يعني ده انا في سؤال من احدى المشاهدين برضو عن الزوج، ولكن انا كنت ارجعته يعني، لا يعني هنقوله كده في الحديث. كنا برضو عايزين نعرف صلاة العيد، هل فقط نؤديها يوم العيد فقط، ولا تنفع ان احنا نؤديها تاني يوم العيد؟ وكيفية الصلاة بتكون ازاي؟ هي صلاة لها وقت، زي لها وقت، يعني ما ينفعش اداها تاني يوم العيد. هو هي وقتها خلاص، هو الوقت صلاة العيد، هو ده وقت صلاة العيد. ولكن يعني انا سمعت ان في اراء بتقول ان يجوز ان احنا نأديها فردا في البيت تاني يوم. ده يقصد قضاء. وبعدين هي اصلا مش فرض. يعني صلاة العيد من ضمن برضه المغالطات، الواحد يصلي العيد وما يصليش الفجر. لا لا لا، ما اقصدش فرض، انا اقصد فردا يعني لوحده. فردا لوحده يعني. ما هو يعني في ظل كورونا يجوز.
يعني في ظل موضوع كورونا او وباء او اي حاجه يجوز انه يصليها في بيته ويصليها لوحده. ايوه يصليها لوحده وان شاء الله ربنا يتقبل. لو واحد مش قادر يمشي او مريضه وعنده مشكله في رجله او عنده سبب هيصليها في البيت وهيصليها. طب واحد سليم سليم ايوه سليم بس خايف من التزاحم والكورونا نظر لانه مناعته ضعيفه ولا كده، لا انا بقول له صليها في البيت. المريض اقول له صليها في البيت اولى. المريض انا اقول له صليها في البيت اولى. اللي مناعته ضعيفه صليها في البيت اولى. لو انت رحت لقيت المسجد يعني متكدس خالص لا صلي بعيد عن الناس. طب مش هيبقى في اتصال؟ لا انا بقول لك يا اخي اتقوا الله ما استطعتم. نعم. بلاش التحجر اللي هو ودى الناس في داهيه. واحد مريض كان واحد مريض عمان الدكتور يقول له يا ابني لازم تفطر، غلط الكلى هتبوظ افطر. يقول لا لا انا ضيع يوم من رمضان ده اليوم ده كانه بسنه ده مش يا عمي افطر. يقول لك ابدا انا مش عارف. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الدكتور قال لو استنى كده هيحصل له مصيبه هيحصل له فشل كلوي وكده. فانا قلت له اقول لك فتوى وخدها مني، انت لو صمت فانت اثم ولو جرى لك حاجه يبقى انت قتلت نفسك. نعم. انت قال صح؟ قلت له انا اللي انا بقول لك والفتوى دي انا مسؤول عنها، انا مسؤول عنها امام الله. خد اشرب انت بتهزر. قلت له بقول لك هيجي لك فشل لو ما شربتش هتموت. الله سبحانه لو ما شربتش هتموت. نعم يحب ان تؤتى رخصه. ده من شوف الجمال وشوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. الناس فاهمه يطيقونه، طبعا في بعض اللي يقول لك يطيقونه يعني لا يطيقونه، غلط طبعا. والقران مش عارف وربنا حاشا لله، القران مش عارف يقول لا يطيقونه، انت بتهزر. ده طبعا تفسير خاطئ طبعا. امال يطيقونه ايه؟ زي ما ابن عباس قال الشيخ الكبير يعني راجل كبير مش قادر يصوم، الحامل او المرضعه او كده، هو قادر يصوم يطيق الصوم بس يطيقه شوفي من الطوق يعني من مع الشده يعني. طب يعني كان في سؤال كتير بيسالوه مش عارفين اجابه صريحه او فتوى صريحه ليه، وهو العاملين العاملين في المناجم والعاملين في الافران اللي بتبقى الجو شديد الحراره جدا عليهم، دول هل يجوز لهم الافطار ولا لا لازم يكملوا؟ هو اللي مش عارفين الاجابه سهل. لا ما الفتوى كتير متعدده ولكن فتوى صريحه الاجابه واضحه خالص ما اعرفهاش طبعا. شوف حضرتك اللي بيشتغل في الاشغال الشاقه دول من باب وعلى الذين يطيقونه، وهو ده نفس الباب وعلى الذين يطيقونه. الراي بقى الجميل بقى اللي عشان يبقى خلاصه عشان تقولي اراء متضاربه. لا انا هقول راي ثابت اهو عشان ما حدش يقول راي متضارب ولا غير متضارب. الراي الثابت لو تقدر تقعد الايام دي ايام رمضان من العمل او تقدر تشتغل ليلا وتصوم نهارا، ليلا اثناء الافطار وتصوم نهار عادي هتقضي نص اليوم نوم وزي الفل اهو. لو تقدر كده لا ما اقدرش ده انا على باب الله وشغلانتي يوم بيوم وما اقدرش كده. طيب ما انت لو فطرت، ما انت لو هتشتغل في المنجم وفطرت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ايه؟ مسكين. اللي انت هتاخده هتطلعه فدية، يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. طب ما الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ان اللي في منجم لو كان على باب الله زي ما بقول هو في عدة من ايام اخرى تكون ايام اجازات ايام راحات وافطر واليوم ده وقضيه بعد ذلك ان كان ما فيش يعني لا محاله ما فيش حل يعني انت شغال لو عاد ولكن مش قضاء فقط يعني. وليس كفاره يعني اللي نعم؟ قضاء فقط مش معاه كفاره قضاء فقط من غير كفاره. لا ما خلاص من غير كفاره ما هيقضي يوم مكان يوم يعني النهارده يوم اجازتي يوم الجمعه هصوم. هيقول لك انت بتصوم يوم يا عم ده قضاء ده عليا ده دين عليا ده دين عليا دين عليا انا ما صمتش قبل كده انا ما صمتش في رمضان فانا بقضي. واحد يقول لك وينفع اصوم يوم الجمعه منفردا لو قضاء ينفع؟ يقول لك لا اصل ما ينفعش تصوم يوم الجمعه لوحديه ولا يوم السبت لوحديه. حلو كلام زي الفل لكن لما يكون انا عليا ليك 1000 جنيه لو اديتهم لك خمسات هتقول لي لا؟ طبعا ولله المثل الاعلى وانا انا بدي امثله بس. ده قضاء انت بتقضي يا ناس انت بتقضي. اقضي يوم جمعه يوم خميس يوم سبت يوم حد اي يوم طلع اللي عليك ادفع اللي عليك خلص اللي عليك قبل ما تلقى الله. ما انت ممكن تموت قبل ما تقضي اللي عليك فانت خلص اللي عليك اول باول. فهو لو كان يقدر يبقى يوم الراحات بتاعته صوم
عدة من أيام أخر، يعني يقدر قدامه المجالات، لو هيقدر يطلع افرض هو بياخد لا في اليوم بياخد مثلا 100 جنيه في اليوم وهيط وجبه ب 20 جنيه وهيوفر 80 جنيه كويس حلو يقدر يطعم مكان اليوم ده، لكن هو لو يقدر يصوم بعد كده يبقى الصيام اولى انه يقضي هذه الايام الصيام اولى. ولكن يعني هو الكفاره او القضاء او يعني ده او ده مش لا مش موضوع ده او ده، يعني هو لو كان اصل الذي لا يرجع وراجل كبير في السن خلاص مش هيصغر تاني فده لازم مش خلاص مش هيقدر يصوم كده كده ده لازم يطلع من بدء من اساس كده. واحد مريض مرض لا يرجى برؤه يعني مريض ومش عارفين انه هيخف امتى او ممكن ما يخفش لانه مرض مزمن لا يرجى برؤه يعني وخلاص هيدانه عايش طول عمره بهذا المرض ده يطلع ما فيهاش كلام اصله مش هيقضي، لكن انا بصحتي وكويس وكده لا اقضي اولى تمام اقضي اولى زي المسافر ربنا قال في عده من ايام اخر فهي العمليه فيها اولويات انا مسافر لا يبقى عده من ايام اخر تمام ما جيش اطلع. طيب برضو لازم نعرف كيفيه الصلاه للنساء في البيت وفي المساجد هتكون ازاي عادي صلاه العيد هي نفس الصلاه اللي هي احنا دايما بنشوف على العيد سبعة. بس يعني حنه شيماء وحاجات غريبه لا لا ما ما لا ما هو هي الصلاه معروف هم ركعتين اول ركعه طبعا فيها سبع تكبيرات والثانيه فيها خمس تكبيرات غير تكبيره الاحرام وغير تكبيره القيام. الافضل للنساء ان هم يصلوها في المساجد ولا يصلوها في البيت؟ هو في العيد والحاجات دي يعني ان احنا ما نحرمش لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عايزين ندخل على قلوبهم الفرحه يعني تمام ولكن انا عايزه اتكلم عن الالتزامات التي يجب ان تتوفر فيهن وهن ذاهبات للمساجد. ايوه ما هي هو الاصل في المراه انها تخرج المسجد عاريه مثلا هتخرج المستشفى. لا بس احنا بنشوف حاجات غريبه يعني اللي رايحين اللي هو بال... حنة شيماء واللبس الغريب لا لا ده طبعا ما ينفعش ما ينفعش ان احنا رايحين نصلي رايحين نقابل ربنا ما ينفعش المساجد ايضا مش بتعمل فواصل ما بين الرجال والنساء لا لا ومعلش ما تنفعش تبقى لابسه بنطلون ضيق ولا الحاجات اللي بيقولوا عليها مش عارف اسمها ايه وماسك على رجليها جسمها كله بين تروح تصلي انت ده انت مش راح تصلي انت راح مصيف كده لا لازم تصلي ولا يخرجنا تافلات وتخرج المراه بثوب فضفاض واسع فضفاض انت راح تصلي لو ما كانش فيه جسدك كله مستتر مش هتنفع الصلاه يبقى ما تصليش اولى لان ستر العوره دي اصلا من شروط صحه الصلاه فلا بد ان تستر عورتها يعني اصلا مش معنى ستر عورتها ان انا لبسته خلاص لا مش لبسته وخلاص طالما لابسه حاجه ضيقه ما ينفعش تصلي يعني على الاقل واحنا رايحين نصلي نلبس الاسدال للصلاه او عبايه كده كويسه حاجات فضفاضه وبعد لما نرجع البيت ممكن ان احنا نعمل اي حاجه لا دي. احنا مش هنجيز بالكلام ده بعد الصلاه برضه ولا بعد العيد هو تدينا لابسه كده على طول تلبس الفضفاض يعني هو مش لازم تلبس حاجات يعني تظهر مفاتنها سواء لا في صلاه ولا في غير صلاه عشان ما بقى ما يبقاش يتفهم الكلام خطا يعني. تمام احنا معانا اتصال تليفوني من الاستاذ ايمن المصري وهو زميل معانا في قناه الصحه والجمال برنامج ازمه اخلاق مقدم برنامج ازمه اخلاق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ ايمن ازاي حضرتك؟ كل عام وانت بخير يا استاذ هنا. وحضرتك طيب وبخير يا رب. كل عام والشيخ حسن وكل مشاهدين بخير. الله يحفظك ويبارك فيك. تحياتنا لشيخنا الحبيب. الله يحفظك ويرفع قدرك. برنامجكم الجميل هذا عيدنا. الله يبارك فيك. واسال الله ان يمن على الامه الاسلاميه باكملها الخير. امين امين. وان يرزقنا يعني يا رب الصحه والعافيه. امين يا رب. اللهم الله. امين. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ايمن وربنا يعود علينا جميعا الايام بخير وسعاده يا رب دايما وامن وسلام. عايزين نعرف استاذ ايمن وحضرتك زميل معانا في القناه ولكن واضح ان حضرتك واخد اجازه النهارده واحنا اللي متدبسين في الحلقات وما رحناش نعيد مع اهلينا على فكره. ربنا يبارك في حضرتك. فكنت عايزه اعرف ازاي بتقضي العيد في رمضان واخبار كحك العيد معاك ايه عملتوا الكحك ولا ما عملتوش الدنيا شكلها ايه في العيد معاكم؟ والله الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. يعني رمضان في مصر زي ما بيقولوا كده حاجه ثانيه. فكرم ربنا على الامه طبعا القيام والصيام والاعمال الصالحه والاجمل من ده كله الحب في الله. يعني الحب حاجه جميله ان احنا نحب بعض في الله. ايوه الزيارات والاتصالات
واللي احنا نكلم بعضينا وندعي لبعضينا. ده اجمل طبعا شيء صله يعني الرحم مطلوبه طبعا في العيد. يعني حضرتك اتصلت بقى على جميع الاهل والاحباب وعيدت عليهم؟ اكيد طبعا، اكيد لازم لازم. هو ده الحب اللي احنا عايزين نتكلم فيه، الحاجه اللي احنا مفتقدينها. كنا عايزين نعرف برضو، انت شايف حضرتك ان العيد دلوقتي مختلف عن زمان ولا الاثنين يعني وانت صغير زي وانت كبير الدنيا اخبارها ايه في معانا كمصريين عموما؟ والله طبعا كل مرحله من مراحل الحياه لازم بيتغير فيها طعم وشكل العيد. الطفل بيحس بالعيد يعني باحساس مختلف عن الكبير، عن الشيخ، عن العجوز. احنا شلنا الهموم خلاص، ما عادش في عيد ولا في فرحه. احنا بالنسبه لنا احنا بقى ان العيد بتاعنا وفرحته ان احنا بصيامنا وقيامنا وحبنا لبعض. لكن الصغيرين بقى طبعا متعتهم في العيد بقى الخروج والفسح، طبعا اكيد كل مرحله بيبقى ليها احساس معين. اكيد. اخبار كحك العيد معاكم ايه؟ كحك جميل. عملتوا كحك يعني؟ رب. اكيد طبعا. الحاجه دي من العادات الجميله يعني عند المصريين، وبتحسسنا بطعمه وفرحه العيد يعني. استاذ ايمن انا بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، ولكن قبل ما ننهي كلامنا لو حضرتك عندك اي اسئله لفضيله الشيخ حسن الجنايني اتفضل حضرتك قولها لنا. وشوف حضرتك لو عايز توجه تهنئه لاي حد اتفضل قول. احنا طبعا بنهني الشعب المصري كله، وطبعا رساله، واتمنى ان الشيخ حسن يعني يامن ويدعي واحنا نامن وراه ان ربنا ينصر طبعا الشعب الفلسطيني. امين. يفك كربهم وهمهم. امين. وان يا رب يعني يوسع ويفرج الهم عن كل العالم الاسلامي. امين يا رب. تمام. حسن يعني مش محتاج ان احنا عمالين نسمع على كلامه الجميل، وربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له ويجعل رمضان حسناته. وإياكم ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك عايز توجه تهنئه لاي حد يا استاذ ايمن؟ انا تهنئتي طبعا لكل المسلمين الموحدين. هي رساله بس ان احنا يا جماعه الحب نحيا، نحب بعض ونخاف على بعض ونملا قلوبنا حب وسماحه ورحمه وكلين. بالحب زي ما قلت لك كده نحيا ان شاء الله تبقى حياتنا كلها جميله وحلوه. نعم تمام. وبشكر حضرتك وبرنامجك الجميل، وبشكر فضيله الشيخ الله يحفظك حسن، ربنا يبارك لنا في عمره. الله يبارك فيك. تمام يا استاذ ايمن، اشكر حضرتك جدا على الاتصال وكل سنه وحضرتك طيب. مكملين مع حضرتك فضيلة الشيخ، وكنا بنتكلم عن الصدقات وعن كيفية الصلاة بالنسبة للنساء. طيب ده بالنسبة للمساجد، النساء يعني كيف يذهبن للمساجد لتأدية صلاة العيد. طب في البيت بقى الأفضل يصلوها إزاي في البيت، ومتى يكون وقتها؟ ما هي عدت مع العيد، كان مش النهاردة العيد، ولكن أنا لظروف ما منعت عن أداة الصلاة في أول يوم العيد، فهل يجوز لي أن أؤديه ثاني يوم العيد؟ للمرأة يعني تصلي عادي. تصلي بالنسبة زي للمرأة عادي، هتصليها صلاة عيد عادي، مش لوحدها في بيتها تصلي. ما هو كل الصلوات دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هي سقطت عنها، طالما عندها عذر سقطت عنها خلاص. افرض هي عايز تصلي، تصلي مفيش مشكلة، هي صلاة لله سبحانه وتعالى قربة إلى الله. لكن صلاة العيد لها وقت زي صلاة زي كل الصلوات. يعني السنة دي منع الأطفال من الذهاب للمساجد لصلاة العيد، فكنت طبعا بسبب ظروف الوباء اللي بيمر بها العالم أجمع، ولكن هل يستحب استحباب الأطفال للصلاة في المساجد وخاصة صلاة العيد أو صلاة التراويح مثلا؟ الأطفال والنساء ما حدش يمنعهم، يعني أنا من أنصار ما حدش يمنعهم أبدا عن بيوت الله. عود الطفل على بيت الله من هو صغير، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي حد يمنع الناس، ده حتى سيدنا النبي يعني قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما ينفعش حد نمنع حد. لكن برضو عشان ظروف كورونا بالضوابط، يعني بالضوابط، يعني أنا ما أحبش أبدا يبقى الموضوع كده والناس جنب بعضيها ويبدا تعم البلوى والعياذ بالله. لا لا، في الحاله دي لا طبعا، لان يعني لابد من دفع الضرر، لابد من دفع الضرر.
طيب برضو كنت عايزة أعرف بالنسبة للنساء يعني اللي كان عليهم عذر في صيام رمضان، كيف يؤدون الأيام التي فاتتهم بعد رمضان؟ وبالنسبة للستة البيض أو ستة بن شوال واللي احنا المفروض بنبدأ صيامهم من تاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد، برضو هل يجوز الجمع ما بين القضاء وما بين السنة ولا لا لازم أصوم القضاء الأول وبعد كده أبدأ في صيام الستة البيض؟ هو يجوز إدخال القليل في الكثير والصغير في الكبير، بمعنى إن أنا ممكن أصوم ست أيام، هصوم الست أيام الأول هأخذ اللي علي، وأنا في نيتي جمع النيتين، يعني جمع النيتين، نية إن هم دول في شوال فربنا إن شاء الله يكرمنا وناخد الأجر دول ودول، لكن أقدم الستة من شوال ولا اللي عليا الاول، الدين اللي عليا الاول، الدين اللي عليا اولا. ما ينفعش ابدا بعض الناس يقول لك انا هصوم السته من شوال، ولكن يعني دايما الاختلاف بيكون رحمه، ففي اراء يعني كتيره بتقول ان يجوز الجمع ما بين القضاء وما بين السنه. انا قلت كده، حضرتك ما كنتش معايا، انا قلت كده، انا قلت يجوز ادخال الصغير في الكبير، جزء نجمع الاثنين مع بعض. نعم. بس القضاء اولا، يعني يبقى بنيه القضاء مش بنيه الشوال. السته من شوال بنيه القضاء اللي عليا اولا مش بنيه السته من شوال. واما عن اختلاف الامه رحمه، لا، اختلاف الامه عذاب. انا بقول اهو، اختلاف الامه عذاب. ليه؟ اذا كان الاختلاف رحمه، امال الاتفاق يبقى ايه يا استاذه؟ يعني لا لا لا، يبقى تشدد. بص، انا رسالة الماجستير بتاعتي بيكون تشدد. رسالة الماجستير بتاعتي في الموضوع ده، وبينت في هذه الرساله ان اختلاف الامه عذاب وليس رحمه، وان سبب المصائب هي الاختلافات. لا يجوز الاختلاف باي حال من الاحوال. لكن الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، دي اللي حضرتك تقصديه. ده هو، لا والله ده مش ده اللي حضرتك تقصديه. الاختلاف في الراي دلوقتي بيفسد كل القضايا، ولكن الاختلاف في الفتاوى الفقهيه بالعكس بيتيح يعني حاجات ميسره. احيانا الواحد ما يقدرش يعمل ده فيعمل دوا، ما بيبقاش في تشدد الراي. الواحد احيانا بيبقى في تشدد، ده اللي انا بقصده. ما حدش قال راي واحد في الامور الفقهيه، بتنقسم الاشياء. في امر قاطع ثابت لا يجوز فيه الاختلاف. امر قاطع ثابت لا يجوز فيه الاختلاف. حد قال في الدنيا ان صلاه الظهر 3 ركعات، ما حصلش. ده امر ثابت، ما ينفعش حد يعني يتكلم فيه ابدا. ما ينفعش حد يتكلم في الامور في ثوابت الدين ابدا. الثوابت دي ثابته ما فيهاش نقاش. اما لما نختلف في الامور الاخرى، ايوه، اختلاف العلماء واختلاف الائمه دي في المحافل العلمية، يقول ده يقول رأيه وده يقول رأيه، ونطلع بالرأي الراجح ونعمل بيه. لكن مش عايزين ناخد الرأي البسيط من كل، ولا يجوز الأخذ بالضعيف من كل مذهب أو بأي رأي تبع هواية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني بعض المذاهب لما مثلا يقول إيه، قليل الخمر إلا بيسكر، قليل الخمر إن لم يذكر فهو مباح، أخذ برأي زي كده. لكن في حديث صريح بيقول ما كان قليله، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. الله ينور عليك، هو ده اللي أنا عايز نوصل. إن طالما في نص صريح لا يجوز أن نلتفت لآراء حد. يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. مع عظمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن ما ينفعش قول بعد قول الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأمور الثوابت ناخدها وإحنا مغمضين وما فيش خلاف فيها. لا، هيقولك أصل فيها قولان ولا ربع قول، هو قول واحد في الأمور الثابتة. أما في الأمور الخلافية، امسح على الشراب ولا ما امسحش، احنا وشروط يعني المسح على الجوربين او على الخف، نتكلم في دي الصبح مع بعض. وناخد وندي مع بعض. ليه؟ لان ما فيهاش حاجات ثابته. احنا معانا اتصال تليفوني من الاستاذ محمد يوسف، احنا سايبينه من فتره. لا لا لا، استاذ محمد برضو زميل معانا في القناه ومقدم برنامج العالمين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ هلا، ربنا يخليك يا رب، برنامج العالمين وشرف الضيوف الكرام. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب يا رب. وحضرتك طيبه، ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب وخير. احكي لنا بقى يا استاذ محمد، استقبلت حضرتك العيد ازاي؟ واخبار الكحك معاك ايه؟ والعيديه اديت عيديه النهارده ولا ما اديتش؟ ولا حضرتك اللي خدت ولا ايه؟
احنا تمام كويسين كمان الحمد لله. طبعا ربنا يرفع عنا البلاء جميعا والوباء اللي موجود في البلد، وان شاء الله تبقى الدنيا كويسه بامر الله. واحنا العيد عندنا هنا زي ما حضرتك شايفه برضه اللي فيه الحظر، طبعا زي ما رئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء قايل الساعه 9 برضه عشان تقنين الناس اللي الخروجات والكلام ده والفسح والناس دي عشان يخف عننا الوباء اللي موجود. تمام. برضو ما قلت ليش حضرتك اديت عادية ولا لا؟ اه طبعا اكيد. ولا حضرتك بتهرب من السؤال ولا لا طبعا لازم العيديات ده احنا في العيد طبعا لازم الاولاد تفرح طبعا والخروجات، وبرضو يعني يشوفوا الاطفال طبعا بتبقى فرحانة بالعيدية وتجيب حاجات جديدة كده يعني. كان في حاجة جميلة كانت عاملاها يعني بعض الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهي اسمها هدية الرئيس، مبادرة هدية الرئيس دي برضو يعني سيادة الرئيس أمر بيها إن يوزع على الأطفال والمصلين في المساجد بعض الهدايا العينية زي الكحك بتاع العيد والألعاب بتاعة الأطفال. طبعا أستاذ محمد حضرتك زميل قدير في القناة، فبرضه لازم اخد راي حضرتك عن العيد دلوقتي، هل مختلف عن زمان ولا حضرتك شايف ان لا مفيش اي اختلاف؟ طبعا الوقت العيد مختلف عن زمان طبعا. الوقت الرئيس الاب رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا حاسس بالناس، حاسس بهموم الناس، عايز يفرح الجيل اللي موجود اللي هو طالع جديد الاطفال والكلام ده. وكمان يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الدنيا الوقت احسن من الاول. يعني الاول كان فيه برضه تحكمات، كان فيه الاطفال ما كانوش بيعرفوا يتحركوا، ما كانش فيه فسح كتير. الوقت الاطفال ما عايزين الجيل اللي طالع ده يشوف حاجه جديده، يظهر حاجه جديده. بس خلي بالك كل اصلا الحدائق والمنتزهات والمولات وكل حاجه مقفوله في العيد، فاحنا مأجزين، احنا بنعيده في بيتنا بسبب كورونا. طيب استاذ محمد، برنامج حضرتك من البرامج المميزه طبعا عندنا في القناه، فعايزه اعرف مدى تعاون العاملين في قناه الصحه والجمال مع حضرتك، هل في تعاون في اخراج البرنامج بشكل يليق يعني بي وبالقناه، ولا في يعني عايزه اعرف بقى وجهه نظر حضرتك؟ طبعا مش عايز اقدر اقول لحضرتك حاجه، يعني بتوع القناه بسم الله ما شاء الله عليهم، العاملين كلهم من الاصغر واحد لاكبر واحد موجود في القناه، انا بشكرهم جميعا على حسن التعاون اللي كان موجود الفتره اللي فاتت كلها، وان هم بيقدروا يقدموا خدمات جديده عشان القناه تظهر بصوره لائقه قدام الناس كلها. طيب. طبعا هم اي حاجه جديده واي فكره جديده هم بيقدموها وبيقترحوا، يقول لك انا عايزين نطرح كذا نعمل كذا، يعني في ناس شغاله في ناس مجتهده. تمام. رؤية حضرتك الفترة القادمة لإخراج البرنامج بشكل جيد ويعني بمستوى في تطوير يكون ملحوظ، فعايز أعرف الرؤية اللي حضرتك محددها لبرنامج حضرتك الفترة القادمة. أنا بوجه الرسالة إن شاء الله لكل اللي عاملين في القناة وكل الشعب المصري وكل الأطياف طبعا الموجودة عندنا على الساحة، ان احنا بنعمل الحاجه هادفه ان الطفل لما يقعد يتفرج يبقى بيتعلم، يبقى بيستفاد، يبقى هو بيوصل له رساله. احنا بنوصل له رساله، بنوصلها له ازاي؟ ده بقى دي مع جهودنا ومعرفتنا، ان احنا بنوصل له الرساله دي عشان يقدر يشتغل عليها، يقدر يبني نفسه عليها. تمام. أنا طبعا بتمنى أن تكون برامجنا مميزة وتكون هادفة، وده اللي أنا بأمله طبعا برضو لقناة الصحة والجمال، وهي من دي قناتي وده بيتي اللي احنا يعني اتواجدنا فيه من بدايتنا في الإعلام، وإن شاء الله مكملين للنهاية بإذن الله. فطبعا بتمنى أن كل البرامج تكون هادفة ومحتواها قيم، ويكون في رسالة بنقدمها لجميع المشاهدين، وإن احنا ما نكونش بنقلد، وإن احنا كمان نكون مميزين عن غيرنا، خاصة إن أغلب البرامج اللي موجودة على بعض القنوات بجد محتواها سيء جدا وتافه جدا، ويمكن رمضان طول شهر رمضان يعني سمعيا وبصريا تلوثنا تماما بما رأيناه وبما سمعناه يعني. فأتمنى ان احنا نكون مميزين، وبتمنى لحضرتك التوفيق، وشكرا على اتصالك، اسعدتنا باتصالك، وكل سنه وحضرتك طيب. استاذ محمد يوسف مقدم برنامج العالمي في قناه الصحه والجمال، اسعدتنا باتصالك يا فندم. طبعا مكملين مع حضرتك دكتور الشيخ، واتكلمنا عن اخر حاجه كانت قضاء يعني قضاء الايام بالنسبه للنساء بعد رمضان. طيب لما اجي اتكلم عن
لأيهما يفضل أن أخرج الصدقات أو الزكاة، المؤسسات الخيرية والجمعيات ولا للأفراد، وأن أنا أتحرى وأتدقق في اللي هم محتاجين أكثر وأعطيهم الزكاة، أيهما أفضل؟ هو في أولويات يعني. بمعنى لو أنا جاري مريض وفقير ده أولى من أي حد في الكون، أولى من أي حد في الدنيا، لأن ربنا هيسألنا عنه يوم القيامة يعني. إلا إذا حبيت أنفعه وفي جمعية مثلا ممكن أنا حد الجمعية دي وحوصيهم بدل ما أنا حدي له 10 هم حيدي له 100، يبقى دي أنا عملت خير كبير جدا يعني. لأن أنت حضرتك عارفة أن الجار يمنع جاره يوم القيامة من دخول الجنة، يقف على باب الجنة ليمنعه ويقول له يعني ذلي أنا خلاص أنا أخذت جواز سفر إلى الجنة. فيقول الجار يا ربي سله لما أغلق بابه دوني، ليه ما كانش بيديني، ليه كنت أولادي شمين ريحة الأكل أولادي محرومين، ما فكرش مرة. ولذلك سيدنا النبي يقول يا أبا ذر إذا طبخت، لو حصل وطبخت، لأنه ما كانش بيطبخ كل يوم زينا، إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك، زود الشوربة، اديهم شوية شوربة. ولعلمك دي فيها إعجاز عظيم جدا، يعني القيمة الغذائية معظمها بينزل في الشوربة دي. اه ده حقيقي. فشوفي لما سيدنا النبي يقول أكثر المرق وتعاهد جيرانك، يا عم الشيخ إزاي أروح أديله شوية شوربة كده، يا عم اديله هو لاقي، عايز تكرمه حط شوية الشوربة دول ومعاهم شوية رز يا سيدي، من غير لحمة يا سيدي الراجل مش لاقي عيش حاف، تقول هتكسف ومش هتكسف، اديله اللي موجود بدل ما هترمي. يعني انت جاب 10 اطباق مثلا ديليفري وبعدين فاض طبق، بدل ما ترميه في الزباله وهيستنى لتاني يوم يعفن، ما تروح تديه لجارك يا اخي بدل ما يبوظ، ده هيقف على باب الجنه وهيمنعك ويقول لي ما اغلق بابه دوني. وبعدين ربنا يقول والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. انت سايب جارك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، خاب وخسر، من ذا يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. احنا مقصرين مع الجيران، انا عايز اقول لحضرتك احنا مقصرين، احنا بس احنا ما حدش يعرف اصلا مين جاره، يعني احنا في زمن ان لا احنا ما نعرفش مين اللي جارنا اصلا. هذه مشكله، هذه المصيبه. والمشكلة برضو يا فضيلة الشيخ، لو أنا حاولت أن أنا أتودد لجاري هو مش بيبقى عنده القبول. لا أنا مش عايز التودد الزيادة على اللزوم والفضول، ما هو الناس يا إما كده يا إما كده، يا إما ما أعرفش جاري اسمه إيه ولا هو إيه، يا إما أقرفه في عيشته وكل شوية راح أقعد. لا ما أنا بقول لك على الحقيقة، بس أنا بقول أغلب الناس مش بتحب يعني ده. أنا من كتر الأسئلة اللي بتجيني على التليفون وبتاع، أنا يا عم الشيخ ما أنا جارتي دي لو اديتها ابتسمت لها بس بتيجي تقعد طول النهار في البيت، ولا عارف اشتغل ولا عارف اعمل، قاعد اخدمها بس طول النهار ولا بعمل حاجه لاولاد، ما ينفعش. لا كده ينفع ولا كده ينفع. يعني احنا خلينا نتعلم الاسلام، ادخلوا في السلم كافه، يعني ادخلوا في الاسلام بشموله وكماله. فلازم اعرف ادب الاستئذان، ولازم اعرف واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. بخبط على الباب، معلش انا ظروفي مش هتسمح دلوقتي يا جارتي، تقولي انا ما تدخلنيش بيتها. ايوه ما تدخلكيش بيتها، ظروفها لا تسمح، وربنا اللي قال واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. يمكن ظروفها لا تسمح باي حال من الاحوال من غير تفسير، وانت ايه الحشريه دي، انت لازم تدخلي، ما ينفعش. فما ينفعش ان انا يعني، لا ينفع ان انا اروح ابلطلها في البيت واعدلها في البيت، ولا ينفع ان انا اخاصمها واهجرها. ما تخلي الموضوع بيني كده، ما تخلي الموضوع ايه، ازاي حضرتك، انت كويس، انت تمام، اه تمام، وعايز اطمن عليها اطمن عليها بالتليفون، وبعد لو فاضي امتى ابقى اقعد معاك شويه، لو قال لي ان شاء الله اما افضح اقول لك، يبقى مش عايز اشوف وشي، احترم نفسي وامشي واسكت. لكن لو قال لي انت بتقول ايه، تعالى يا مرحب، واحنا نطول، ده انا نفسي اقعد معاك، يبقى الراجل مرحب ان انا اقابله. ولما اروح ما اقعدش ساعتين ثلاثه ومنكد عليه وعلى بيته وعلى اولاده ولا عارفين يخرجوا ولا يعني، ده حتى المثل بيقول العادل يا بخت من زاره خف. يا اخي روح شويه زياره سريعه ديا، لكن ولازم تكون مسبقا انك معرفه انك رايح عشان يجهز نفسه ويستعد، يمكن البيت
متنيل ومتعفن وحالته بالبلا يوضبه شويه عشان ما يطلعش تجيب سيرته بره. فما ينفعش، الامور لابد لها من ضوابط. لو تعلمنا الضوابط هو ده يبقى الامور كلها جميله. لكن لا ينفع ان انا ما اعرفش مين جاري، ولا ينفع في نفس الوقت ان انا اروح اعرفه في عشته، ولا ينفع دي ولا ينفع دي، عشان يبقى برضو الامور واضحه. طبعا احنا في ايام العيد، وكنت عايزه اعرف صله الرحم وفضلها في ايام العيد. صله الرحم خاصه ان احنا يعني اما مغتربين فبننقطع ان احنا نصل رحمنا طول السنه، او اصلا هناك خلافات ما بين الاهل وبعضها، فبتلاقي اغلب الناس ما بيسالوش على بعض وهم اقارب، ويعني صله رحم شديده بينهم. تعرف حضرتك قطعت الرحم من الكبائر، وان صله الرحم سبب من اسباب دخول الجنه، وسبب من اسباب زياده الرزق، وسبب من اسباب طول العمر. يعني سبحان الله، من اراد ان يبسط له في رزقه وينفع له في اجله او في عمره فليصل رحمه. الله تعالى يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يا الله، بعد الفساد في الارض قطع الارحام. ايوه، قطع الارحام دي مصيبه، قطع الارحام دي طامه كبيره جدا. يعني يكفي ان الله يعني شق لها اسما من اسمه. الا يعني الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ يعني في اكتر من كده، في اكتر من كده. ايه يعني لما ربنا يقول انا الرحمن، يعني سبحانك يا رب، يعني مدى التاكيد على صله الارحام تبين أن منزلة صلة الأرحام عند الله من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن قطعها من أكبر الكبائر. فما نقولش في العيد وبس، ده مش في العيد وبس حضرتك، ده على المدار الوقت. حضرتك بتقول في مثلا ناس مغتربين، صح، بس في اختراع اسمه التليفون، إن أنا أتصل بيه أنت كويس، وعلى وكل مناسبة أنزل لي أو أسافر له أو كده في المناسبات، مش لازم على طول. وبعدين اطمن عليه بالتليفون، انت عامل ايه، انت صحتك كويسه، تمام، طب انت محتاج حاجه؟ باب الصلاه: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. دي كلام سيدنا النبي، واحنا نيجي في زماننا العسل ده ويقول لك ايه؟ كتر السلام يقل المعرفه. اقول ما هو دي المصيبه، يقول لك كتر السلام يقل المعرفه. ده سيدنا النبي يقول: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. وافشوا السلام مش انا اقول لك سلام عليكم، وبرضه يعني ما يجيش واحد سلام عليكم، وعليكم السلام، سلام عليكم، سلام يا عم ارحمني، انت قلت لي سلام عليكم خلاص، السلام عليكم خلاص، ما تقعدش بقى يعني تعملها حاجه. يعني لابد ان يكون في ضوابط في كل حاجه، حتى في افشاء السلام، في كل حاجه. ايها الناس، ايها الناس، افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. دي مؤهلات دخول الجنه. افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. هي دي مؤهلات دخول الجنه. اللي عايز يدخل الجنه يفشي السلام. يفشي السلام مش معنى يقول له يقعد يقول له سلام عليكم، لا لا، يفشي السلام، السلام اللي هو الحب، التواصل، الموده، الرحمه، مش كلمه بس سلام عليكم. يعني مش كلمه بس، مش قفص السلام اللي هي كلمه السلام عليكم، لا، اللي هو السلم المجتمعي اللي هو كان بيقول عليه اخونا من شويه، اللي هو الحب في الله والحب بين الناس والتواصل بين الناس والتراحم بين الناس. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا سكت منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. هو دي ان احنا نكون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. هي دي الوحده، هي دي الرابطه، هي دي الالفه، هي دي اللحمه، هي دي اللحمه بين افراد المجتمع جميعا. نعم. بكل طوائفهم وبكل يعني مبادئهم وبكل اصولهم. معنا اتصال تليفوني من الاستاذ علاء نصر. استاذ علاء، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. الله يخليك، كل سنه طيب. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. استاذ علاء، استاذ الشريعه والقانون، استاذ الشريعه والقانون بجامعه الازهر، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا باتصال حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. ومعانا الشيخ حسن الجنايني، وعايزين نعرف سؤال حضرتك عن العيد، ومبدئيا برضو لازم تقول لنا
يعني عملتوا ايه في العيد واخبار المنيا واهل المنيا في العيد وقضوه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله اغلب الاتصالات من المنيا. اتفضل. كل عام وانتم بخير في الاول. وحضرتك طيب وبخير. ونشكر البرنامج الجميل على تلك التوعية الثقافية الدينية. وبنشكر ضيفك الكريم الشيخ حسن جنايم ده استاذنا كلنا. العفو الله يسعدك ويبارك فيك. الله يحفظك. الله ربنا يبارك فيك على هذا الكلام الطيب. الله يسعدك دنيا واخره يا رب. ما شاء الله عليك يعني نبهت الناس كتير لصله الرحم والى ما ينبغي على العبد المسلم ان يفعله بعد العيد. نعم. والله يا شيخ احنا بنحاول بقدر الامكان مع الناس ان ما تتركش العمل بعد رمضان، العمل الصالح بالذات. نعم. يعني حضرتك رب يقول عبود واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أيوة. اي الموت. لكن في ناس بتيجي بمجرد انتهاء رمضان بتنتهي من تلاوه القران من صله الرحم ومن فعل الخير والصدقات والعطاءات الرمضانيه. هذا حقيقي للاسف يعني كان صحيح. هو موسم فقط بنطلع في الزكاة وبنطلع في الصدقات وكل ما لدينا من خيرات وينتهي يعني بعد رمضان خلاص ما فيش حاجة. لا الفقير بيجد قوت يومه ولا المسكين. نعم نعم. وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال للشيخ دلوقتي من شوية أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. يعني المسلم الحق يعمل دائما. رب رمضان هو رب شوال هو رب ذو القعدة. يعني نعم. علي بن أبي طالب أيضا كلمة مقولة جميلة. سيدنا علي كلمة مقولة جميلة بيقول يعني لا تستقللوا القليل فالحرمان أقل منه. يعني نعم. الواحد يطلع حتى لو حاجة قليلة بس يداوم عليها لأن الحرمان للفقير بيبقى جديد جدا ما تعرفوش ظروف الناس بيبقى شكلها إيه. صحيح. نعم. أنا أشكرك أستاذ علاء نصر من علماء الأزهر الشريف بجامعة الأزهر بالمنيا وأسعدتنا باتصال حضرتك وأشكرك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. جزاك الله كل خير. يعني أنا عايزة كده كلمة من حضرتك في نهاية حلقتنا لأن احنا خلاص بنختم للمسلمين عموما في نهاية يعني في نهاية رمضان خلاص انتهى والعيد وكل والنهاردة تاني يوم كل سنة وحضركم جميعا بخير. فإيه اللي أنا أعمله بقى بعد العيد وبعد رمضان وأدوم عليه واستمر فيه؟ يعني اعتبروها نصيحة نعتبرها وصية نعتبرها رسالة نقول للناس الناس بتموت والله ممكن أي إنسان يموت فجأة ممكن أي بلا مقدمات وبدون أسباب يلاقي نفسه لقى الله سبحانه وتعالى. فجهز نفسك لله عز وجل. تخيل أنك أنت لو مت على حالتك دي أنت راضي عن أحوالك ولا مش راضي؟ لو أنت راضي عن حالك خلاص يبقى أنت إن شاء الله على خير بس بشرط تكون رضا عن يقين مش مجرد رضا وخلاص. أنا عايزك تعمل اللي أقول لك عليه ده وانا يا ريت انا كمان اعمله وكلنا نعمله. اولا ان احنا نجتهد في الطاعه في طاعه الله عز وجل ان احنا ما نظلمش حد ان احنا نعمل الاعمال ولا نبتغي بها الا وجه الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لان العبد اذا عمل بلا اخلاص فلن يقبل الله منه هذا العمل. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي أحدكم بحسنات أمثال جبل تهامة فيجعله الله هباء منثورا لا وزن لها. خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك سبحانه وتعالى. أشكرك فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي حسن الجنايني نورتني في اليوم المفتوح النهاردة وهذا عيدنا وكل سنة وحضرتك طيب وإن شاء الله طيب احنا نلتقي في حلقات ثابتة بإذن الله في برنامجنا الدائم صنائع المعروف بعد العيد بإذن الله وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وحضرتكم طيبين. هنخرج فاصل ورجع لكم نكمل معاكم وهذا عيدنا.